بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. ذكر الترمذي رحمة الله عليه بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. إذا الشمس كورت، هي كرة الآن، فهل تكور الكرة؟ نعم، تكور الكرة. وثبت مشاهدة عندما يكون هناك تفجير كبير، فإنك ترى من أثر هذا التفجير والتفريغ الهوائي أن هناك بعض الأجزاء التفت على بعضها بشكل عجيب، حتى حديد أحيانا تشوف من قوة التفريغ الهوائي فتشوفه ملتف على بعض البعض. فماذا سيحدث في هذا اليوم؟ الله تعالى أعلى وأعلم، لكن يجعل حتى الكرة تتكور على نفسها وتنكمش. إذا الشمس كورت، وأنت الآن جالس تتكلم على كوكب، على نجم هائل، الشمس نجم، فما هي القوة العظيمة التي تجعل هذا النجم الذي يفوق كتلة الأرض بملايين المرات تتكور؟ يعني ليس فقط تأثير عادي، التأثير ليس تأثير انشطار وتفجير، تكوير هذا أقوى وأفظع. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. طبعا بداية، هل هذا الأمر سيحدث كإرهاص ليوم القيامة؟ طبعا هذا لن يشاهده المؤمن قطعا، لأن الساعة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تقوم إلا على شرار الناس، وأن الله سبحانه وتعالى قبل قيام الساعة يرسل ريحا لينة من قبل اليمن، فلا تبقي مؤمنا ولا مؤمنة إلا قبضت روحه، فلا تقوم الساعة إلا على أراضي الناس وإلا على شرار الناس. يحتمل كما يقول جمع من المفسرين بأن هذا الأمر كإرهاص، أو أنه ما يعني أن هذا الأمر سيحدث بعد النفخة الثانية، كل هذا محتمل. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. الانكدار هو ذهاب النور، وكما نعلم أن الكون متجه نحو التجمد، متجه نحو الموت الحراري، وهذا الوهج وهذا الضوء المنبعث من النجوم من ضمنها الشمس هي نتيجة الحرارة والاشتعال والاحتراق. وبما أن الكون متجه باتجاه الموت الحراري، فهذا يعني ذهاب النور، ذهاب هذا الضوء. وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. لاحظ الآن في البداية تكلم عن تغير الكون، تغير السماوي، ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن تغير كوكبنا الأرضي. وإذا الجبال سيرت، هذه الجبال العظيمة تسير، وهو الانتقال من مكان إلى مكان آخر. وإذا الجبال سيرت، طبعا بطبيعة الحال حتى أنت تتصور الموضوع، الموضوع مو أنه مثل تسير مثل جمل قاعد يمشي بلين وهدوء، الموضوع له آثاره وله مسبباته، مسببات قبل وقوع الحدث وآثار بعد وقوع الحدث كالتفجير. يعني أنا أشبه لك مثل تفجير هائل يسبب انهدام البيت، فأنا أقول لك إذا بيتك انهدم يعني لا تتصور هذا الانهدام
إن مجموعة عمال بكل لين ورفق وهدوء يبدون يكسرون البنيان وكذا، يضبطونه وينزلونه لك شركة وكذا ويأخذون. لا، في هناك هول، هناك قنبلة عظيمة نزلت على البيت ودكت، هناك صوت رهيب يتغلغل في داخل الأسماع ويهز الروح من الداخل، في هناك آثار لهذا التفجير الهائل من ضمن البيت. فالله سبحانه وتعالى عندما يقول وإذا الجبال سيرت، في هناك أسباب، في هناك نتائج، في هناك هول عظيم جعل هذا الأمر يقع، وهو تسيير الجبال. وهناك قنابل نووية وقعت في الجبال ما سيرتها ولا غيرت مكانها، وكان تأثيرها بالنسبة لنا إحنا عظيم، لكن بالنسبة للجبل يسير، حفرة عميقة فيه يعني عادي جبل. لكن يوم القيامة وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت، العشار جمع عشراء، وهي الناقة الحامل في الشهر العاشر، عاشر عشراء، لأن سميت العشار من عشرة. ففي في 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 الشهر العاشر لحملها يعني أنه دنت ولادتها. لماذا نص الله سبحانه وتعالى على العشار هنا؟ لأن العشار النوق الحوامل في الشهر العاشر هي أنفس أموال العرب، فإذا كانت تعطل في هذا اليوم، والتعطيل هو الإهمال والإغفال وعدم المبالاة وعدم الاكتراث، فإذا كان الناس في هذا اليوم لا يبالون بأنفس أموالهم، هذا يعني أن هناك هول أمامهم يعاينون في هذه اللحظة، أشغلهم عن أنفس أموالهم. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشر، السباع كالأسود، النمور، الفهود، الذئاب، الضباع، الحيات، العقارب، بس على ذا وهلما جرى. وإذا الوحوش، لا لاحظ، الوحوش من الوحش، الوحش هو الذي لم، اللي يسمونه إيش يعني، اللي يسمونه عكس التدجين والتأهيل والترويض، حمار وحشي غير مروض، حصان وحشي غير مروض، حمار أهلي مؤهل مروض مستألف. الحيوانات التي لا تستألف يقال لها وحوش، ما تقدر، أسود، ضباع، ذئاب إلى آخره. فإذا كانت هذه الحيوانات تحشر التي من طبيعتها عدم الانقياد والانصياع للأوامر، تفلت، في هذا اليوم ستحشر. هذه الآية تتضمن معاني عظيمة وكثيرة ومتنوعة. المعنى الأول عظمة الله وقدرته في الحشر، ليس فقط إحياء بعد موت، إحياء، وإحياء ماذا؟ إحياء المتوحش الآبد، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ندى بعير فقال إن لهذه النعم أوابد كأوابد الوحش، يعني تنفر وتتمرد، فما وجدتمها يفعل هكذا فاصنعوا به ما فعل، يعني اللي لما رماه صحابي بسهم فأصابه ثم نحره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يعني مو شرط إنك تذبح، إذا ما قدرت تذبح عادي ارميه بسهم. القصد أوابد كأوابد الوحش، فإذا كانت هذه الحيوانات تستعصي على الترويض والجمع والطاعة والإخضاع، لكنها في هذا اليوم العظيم ستحشر رغما عن أنفها. واحد، قدرة الله وعظمته في الحشر، وإخضاع من لا يخضع، شنو أعظم من الوحوش؟ إخضاع من لا يخضع، يجمع، وسيأتي كما في بعض الروايات ذليل صاغر يرتجف، الوحوش هذه الأسود النمور ترتجف من الخوف.
ثانياً إذا كانت هذه الوحوش التي رفع عنها القلم تكليفاً تحشر، فكيف بالمكلف من الجن والإنس؟ ثالثاً عدل الله، لأن لماذا تحشر هذه الوحوش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: حتى إن الله لا يقتص، لما في حديث أبي ذر وجد شاتان تنتطحان، قال: يا أبا ذر، قال: لبيك يا رسول الله، قال: أتدري فيما تنتطحان؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما يوم القيامة. حتى من الحيوانات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وإن الله ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الجلحاء التي ليس لها قرون، ليقتص يعني يأخذ حقها، يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فإذا كان الله وكمال عدل الله شمل حتى من لا تكليف عليه ومن رفع عنه قال عنه القلم، فكيف بالمكلف؟ وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. ما هو التسجير؟ التسجير على قولين، إلى الآن العلماء مو عارفين بالضبط ما هو معنى التسجير. هل التسجير من الامتلاء كما تقول العرب: سجرت البئر أي ملأته، سجرت الحوض، ملأت الحوض بالماء؟ وأن في من علامات يوم القيامة أن القانون الكوني الذي جعله الله سبحانه وتعالى في حياتنا هذه، قانون البحر، قانون تماسك جزيئات الماء، قانون الجاذبية، قانون بينهما برزخ، ها، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، أن هذا القانون سيتغير ستتداخل البحار ولا يكون وقتها هناك مد وجزر، بل هو المد، لأن خلاص يعني القانون تغير واختل، لأنه طبيعي يختل. وأنا والله الآن بس وقعت في بالي هاي الآن، إذا كانت الشمس تكور طبيعي في اختلال، يعني القمر راح، لأن الموضوع كله متعلق بالجاذبية والمسافات بينهم وكتلة كل واحد منهم وسرعة دوران حول نفسه، إذا هذا اختل كل شيء، والمد والجزر متعلق بالقمر، إذا كانت الشمس اختلت القمر اختل الجبال اختلت طبيعي المد والجزر يختل طبيعي. وإذا البحار سجرت امتلأت خلاص القانون هذا اختل، الآن بدأ الماء يمتلئ. المعنى الثاني هو الاشتعال، كما يقول: سجرت النار، سجرت أشعلتها. هل البحار ستشتعل؟ البحر ما هو البحر؟ ما هو الماء أصلا؟ H2O، والهيدروجين والأكسجين، كل ذرة أكسجين مع ذرتين هيدروجين. الهيدروجين عنصر كيميائي مشتعل، والأكسجين يساعد الاشتعال. صحيح أن الماء مزيج مركب منهما يطفئ النار، لكن وهذه من عظمة الله أن هذا الذي يطفئ النار يتكون من عنصرين كلاهما يحترق ويساعد على الاحتراق. فهل سيتغير طبيعة التركيبة والنظام بينهم؟ الله تعالى أعلى وأعلم. كلا المعنيين جائز. وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت، التزويج المقصود منه الاقتران. هل النفوس تزوج أي تقترن بالأجساد تحيا، أو المقصود وإذا النفوس زوجت أي اقترنت بمن فعل فعلها، اليهود مع اليهود، النصارى مع النصارى، الظلمة مع الظلمة، المؤمنون مع المؤمنين، المنافقون مع المنافقين، الكفار مع الكفار، وهلم جرة. لكن وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله، أول شيء ما المقصود بالموؤودة؟ الموؤودة ما المقصود بالموؤودة؟ الموؤودة
الوعد ما هو الثقل. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولا يؤوده حفظهما أي ولا يثقله. لما أقول لك سو الفعل تقول لي والله ثقيلة علي، ثقيلة علي يعني صعبة تعجزني. الله سبحانه يقول ولا يؤوده يعني لا يثقله لا يعجزه لا يصعب عليه. فسميت الموؤودة بذلك لأن ثقل التراب عليها فماتت خنقا. وإذا الموؤودة سئل لماذا تسأل هي، هي مظلومة أصلا، لماذا تسأل هي؟ المفروض أن يسأل قاتلها. لا، هذا ليس سؤال حساب لأنها مظلومة، لكن هذا تهديد لمن قتلها، كأن يأتيك طفلك مضروبا فتقول من ضربك والضارب يسمع وأنت تعلم من الضارب. هذا تهديد للضارب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لم يقل. وعيسى عليه الصلاة والسلام يعلم أن الله يعلم، لكنه تهديد لمن عبد عيسى عليه الصلاة والسلام. قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتل، كمال عدل الله، مشهد العدل في هذا اليوم عظيم جدا، مشهد العدل في هذا اليوم عظيم جدا، كما أن مشهد الرحمة في هذا اليوم عظيم جدا، لكن ليس في كل موقف، في مواقف، لأن اليوم قيامة طويل، في مواقف مهولة الكل يرتكب خوفا وهلعا، في مواقف يكون فيها عدل كمال عدل، وفي مواقف رحمة كمال رحمة، لا نخلط بينهم، في أسرار في هذا اليوم العظيم، لكن هذا مشهد من مشاهد العدل. ها؟ وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت، جمع صحيفة وهي صحيفة أعمالنا، وإذا الصحف نشرت، لا يقال للصحيفة نشرت إلا إذا كانت مطوية. وإذا السماء كشطت، يعني شنو الكشط؟ الكشط هو الإزالة بعد التصاق، الصرخ والنزع بعنف، صحيح؟ الكشط الشيء، الكشط هو إزالة الشيء عن الشيء الملتصق به بقوة وعنف. في شيء غريب. وإذا السماء كشطت، ليش؟ شنو السر؟ ايش تقصد؟ أنا أقصد أن الله سبحانه وتعالى أورد كلمة كش وهي إزالة الشيء عن الشيء الملتقى به التصاقا قويا مع ملتقى بشيء، وهذا الشيء قد لا يكون ملموس. ففي أسرار في هذا الكون، هل هو قانون معين، جاذبية معينة تلصقها بشيء معين؟ لا، لا أعرف، لكن مؤمن بأن الألفاظ القرآنية دقيقة جدا. رحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا الجحيم سعرت. ما المقصود بسعرت؟ التسعير، لما ما قال سعر قال سعر، فالتشديد يزيد معنى الفعل. أنت عندك نار، نار مشتعلة، تزيدها، هي ما تحتاج الزيادة، هي مستعرة بذاتها، لكنك تزيد أكثر وأكثر وأكثر. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت، وإذا الجنة أزلفت أي اقتربت من أرض المحشر. طيب، من بداية السورة إذا الشمس كورت، لكل شر فعل الشر، أين جواب الشر؟ إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت،
وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت يا الله كل هذا شر؟ أين الجواب؟ وإذا الجنة وإذا الجحيم سحرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. هذا جواب الشر. يا الله، يعني كل هذه الآيات، كل هذه الأحداث العظام من أجل هذه الآية؟ نعم، لأن جواب الشر هو سبب الكلام. أنا عندما أقول إذا أردت أن آتيك في بيتك، أقول إذا صليت العشاء زرتك، فالذي حملني على هذه الجملة هو تحديد الزيارة، هي لب الكلام، هي المقصود الأعظم في كلام في هذه الجملة، وليس غروب الشمس أو وليس صلاة العشاء. إذا بلغت الساعة العاشرة زرتك، المقصد من كلامي مو الساعة العاشرة، المقصد من كلامي الزيارة، هذا هو الأساس. آها، هاي مسألة مهمة، معناها أن كل هذه الأحداث من أجل هذه الآية، معناها أن كل هذا الكون الذي نراه ونعيشه من أجل هذا اليوم العظيم، كما قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، والحق هو البعث بعد الموت والحساب. علمت نفس ما أحضرت، ما أحضرت من ماذا؟ من أعمال. معناها أن الأعمال ستحضر معنا عندما يأتي الإنسان المتهم إلى المحكمة، يحضرون معه كل ما يتعلق بقضيته، فنحن يوم القيامة سنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ومعنا كل الملفات، كل سجلات الأعمال والأقوال والخواطر النفسية، كل شيء. علمت نفس ما أحضرت. من زين، ماشي، احنا عرفنا الآن أن ما أحضرت أي من أعمال وأقوال ومشاعر. طيب حتى المشاعر، ليش حتى المشاعر؟ إيمو، في شيء اسمه حسد. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسد تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب؟ معناه أن الموضوع مو بس بالأقوال والأفعال، موضوع حتى الخواطر النفسية، إلا إذا قمعها فلا شيء عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن لما يأتيك خاطر الحسد أو خاطر يعني الشرير، سوء الظن، تصرفه وتقمعه وتستغفر الله سبحانه وتعالى، لا شيء عليك. فإن استسلمت له وأعطيته الخطام يقودك حيث يشاء، عندها لا تحاسب. علمت ظن لا، الأمور سهالات. أوف، انصدمت بالحقيقة. لا والله مو سهالات، الكلمة اللي قلتها خطيرة. يا رب الله مغفر لنا. وعلمت نفس حقيقة ما أحضرت من خير أو شر أو عمل صالح أنت فعلت، ما ظنيت أنه يبلغ هذا المبلغ. أوه، أعمال عظيمة الله جعلها كالجبال، لأن الله يربيها وينميها. علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس. أول شيء، ما المقصود بفلا أقسم؟ أنا عندما أقول أنت تستفزني، فأقول لا تخليني، ما بأقسم، ما بأحلف، المقصود شنو؟ إن هو معنى الحلف، ما بأحلف معناه أن أمر عظيم يوصلك إلى الحلف، وهذا هو سبب الحلف، هذا هو سبب القسم. سبب القسم هو التأكيد العظيم المغلظ المؤكد على ما سيأتي بعد القسم، هذا هو معنى القسم. فلا أقسم بالخنس، معناه أن أمر عظيم الآن، الله سبحانه وتعالى الذي جعله يقسم أو يأتيك بصيغة تفيد معنى القسم. الخنس،
ما المقصود بالخنس؟ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، هي الكواكب. إما أن تكون الكواكب الخمسة المعروفة وهي عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل، أو المقصود الكواكب والنجوم بشكل عام، لأن يناسب هذا التفسير أن الكواكب أو الكواكب والنجوم يناسب هذا التفسير هو قوله تعالى بعدها والليل إذا عسعس فأقسم بالليل والصبح، فهذا يناسب أن يكون المعنى هو النجوم أو النجوم والكواكب. طيب إحنا فهمنا أن النجوم أو الكواكب أو الكواكب والنجوم، زين ما المقصود؟ لماذا قال خنس؟ ما المقصود بالخنس؟ الخنس من الخنس، الخنس هو الرجوع. طيب شلون الحين فهمنا أن الرجوع شلون؟ من معاني الخنس الرجوع، ومن معانيها الاختفاء، يعني تظهر ثم ترجع تختفي مرة أخرى. ليس المقصود الرجوع الرجوع الحقيقي، لا، يعني الخنوس، يعني كما يقول الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، يخنس يعني يرجع عن الوسوسة، تراجع عن الوسوسة، يعني إذا ذكرت الله خنس، الوسواس الخناس يوسوس، لكن إذا ذكرت الله خنس الخناس يرجع. فهذه الكواكب والنجوم تظهر ثم تخنس، يعني تتراجع مرة أخرى وتغيب. الجواري الكنس، الكنس تحتمل معنيين، يعني المعنى الأول من الكناس، والكناس هو بيت الظباء الوحشية، الكناس لأنها تكنس فيه، يعني تختفي فيه. وكذلك يقال عن الوحوش ما دخلت في كناسها مغارات تختفي عن الأعين. كواكب تكنس، الكنس، الكنس هو ماذا؟ إزالة، تنظيف. وثبت أن لهذه الكواكب ولهذه النجوم دور في كنس هذا الفضاء من النيازك والشهب. الجوار الكنس والليل إذا عسعس، عسعس يعني أدبر، والصبح إذا تنفس. هذا الوصف صراحة أخاذ، فعلا أخاذ، لأن التنفس فيه معنى الحياة، فكأن الصباح يتنفس، لأن معظم الكائنات في ذلك الوقت تخرج من جحورها، من بيوتها، من مغاراتها، من كهوفها، من خلاياها كالنحل وغيرها، لتطلب العيش وتتحرك وتذهب هنا وهناك. وهذه الحركة الدؤوب هي معنى الحياة الفياضة المفعمة بالنشاط والحيوية والحركة. فكأن الصبح يبدأ يتنفس، يعني وصف بليغ جدا. إدبار الليل اللي هو فيه معنى السكون ومعنى الموت، والنهار فيه معنى الحياة المتجددة، إشارة إلى البعث بعد الموت. الليل الذي يذكر بالموت والفناء، والصبح الذي يتنفس يذكر بالحياة من جديد. وهذا القسم ليس فقط هكذا يا جماعة، الآيات لا، يعني دائما لها عدة أوجه رائعة رهيبة، يعني مثل ما تقول يضرب عصفورين بحجر واحد، لا، الآيات تضرب أحيانا 10 عصافير بحجر واحد. يعني في هذا المعنى، معنى الإشارة إلى البعث بعد الموت، وفي أيضا تسليط الضوء لهذه الظاهرة الكونية الرهيبة المخيفة، التي مع الأسف الشديد اعتادها الإنسان، فذهب بريقها في عينه هو ليس في ذاتها. يا عظيمة جدا مولى، نتخيل إن في كل يوم، مو بس من حياتنا، آلاف السنين، نفس الحركة الدؤوب والدوران، التدوير بين الليل والنهار على مدار الساعة. عظمة، آية من آيات الله على أن هذا الكون دقيق جدا ومضبط بنظام مهول، من الاستحالة أن يكون وليد الصدفة. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، زين شنو جواب القسم؟ إنه لقول رسول كريم، لأن فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل. يا جماعة، يعني هذا القسم مو قسم عادي، لأن المقسم عليه مو عادي،
فالقرآن القسم اللي فيه يعني شوف أنت لاحظ العرب أول حتى القرآن غير 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 لغة العرب في ذلك الوقت. فشوف العظمة والهول، شوف القسم المهول اللي قاعد يسلط الضوء على ظاهرة كونية مهولة، وشوف العرب في ذلك الوقت، شوف القسم الناس اليوم. هذا مو كلام بشر، هذا مو كلام عادي، ولا حتى يقسم بنفسه ولا يقسم بأبوه ولا هذا مو كلام بشر، هذا كلام شيء راقي جدا. إنه لقول رسول كريم، هذا هو جواب القسم. كريم من المقصود بالرسول؟ محمد صلى الله عليه وسلم؟ على القول الصحيح لا، جبريل عليه الصلاة والسلام. ليش؟ خلونا نتأمل آيات اللي بعدها علشان نعرف. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. يعني مو النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل عليه الصلاة والسلام. إنه يقسم الله لقوله. شوف الأدلة على أن هذا الكلام هو من عند الله. إنه لقول رسول كريم. أول شيء خلونا نعرف من رسول، قلنا جبريل عليه الصلاة والسلام. لماذا وصفه بأنه رسول؟ لأنه رسول الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول من هو؟ هو الذي يحمل رسالة الملك إلى الآخر، إلى المرسل إليه. فجبريل عليه الصلاة والسلام رسول ما بين الله وبين محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو رسول ما بين الله جل في علاه وما بين الخلق. فإنه لقول رسول كريم أي مكرم، الله كرمه. ذي قوة يعني قوي. كيف قوي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما أنه رأى النبي صلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه الصلاة والسلام في صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح بسط جناحين منها سد بهما الأفق. هذا جبريل عليه الصلاة والسلام. ذي قوة ولا لا؟ ذي قوة. هو الذي اقتلع قرى سدوم قوم لوط عليه الصلاة والسلام بقوائم جناحي، قوائم اللي هي أطراف الجناحين، فرفعها ثم قلبها رأسا على عقب، فجعل عاليها سافلة، فجعلنا عاليها سافلة، وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. فمكين ذي قوة عند ذي العرش مكين، عند ذي العرش يعني عند الله جل في علاه، عند الله. ووصف نفسه بأنه ذو العرش، لأن أعظم مخلوقات الله العرش. يعني تخيل أن حملة العرش، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدثكم عن أحد حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام خفقان الطير. يعني الطير يخفق جناحي دون توقف 700 عام، هي المسافة ما بين شحمة الأذن إلى العاتق، فكيف به كله؟ وهذا واحد. إنزين كم حملة العرش؟ يلي واحد يقول لي 8، لا هذا يوم القيامة، الآن ما ندري إيش كذا. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ولولا أن الله أطاقهم لما أطاقوه حمل العرش، وما أطاقوه إلا بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهم يحملون العرش. ولولا لا حول ولا قوة إلا بالله وأن الله جعلهم يطيقون لما أطاقوا ولما استطاعوا أن يحملوا عرش الله سبحانه وتعالى. فهنا ذي قوة عند ذي العرش مكين. يعني شنو مكين؟ يعني ذو مكانة. عندما أقول فلان مكين يعني ذو مكانة. الإنسان ذو مكان يدخل على الملك، يعني مو مثل أي واحد حجاب. لذلك جبريل عليه الصلاة والسلام عندما يأتي إلى أبواب السماء تفتح له أبواب السماء. جبريل هذا الله جعل له مكان. عند ذي العرش مكين مطاع ثم. ثم يعني هناك، مطاع عند الملائكة، مطاع في السماوات. مطاع ثم يعني شنو؟ مطاع هناك. ما معنى هناك؟ يعني في السماء. مطاع هناك يعني ملائكة يطيعونه. أمين يعني أمين في تبليغ رسالة الله إليكم. فهذا هو الذي جعله الله سفيرا ورسولا بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم. مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون. هذا دليل على أول من النبي صلى الله عليه وسلم، الأول جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى قال بعدها وما صاحبكم. صاحبكم لماذا قال صاحبكم؟ ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبك أنت تعرف عدل، تعرف أصله، تعرف أصله، تعرف أخلاقه، تعرف يكذب ولا ما يكذب،
نصاب يلف ويدور، وهذا أساس الصحبة، شلون أنت صاحبك وما تعرفه؟ فهم يعرفونه جيدا، لذلك قال وما صاحبكم بمجنون. يعني شنو مجنون؟ هل مجنون مقصود فاقد العقل؟ لا، ركزوا معي يا أحباب على هالنقطة، لأن كثير من الناس يظن أن مجنون يعني فاقد العقل. لا، المجنون هو الممسوس الذي به جنة، يعني يقول لك واحد ممسوس في جن، الجن ماسة. ليش كانوا يقولون عنه مجنون يعني ممسوس؟ لأن كان عندما يتنزل عليه الوحي كانت تعتريه ارتعاشة رجفة ويعر جبينه عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذا ممسوس. شوف الرد يعني، وما صاحبكم بمجنون. ليش قلتوا كذي؟ لأن كنتوا تشوفون أثر مو طبيعي عليه. فالله فسر ولقد رآه بالأفق المبين. الله يعني من؟ يعني محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل، فجبريل على صورته له 600 جناح، بسط جناحين منها سد بهما الأفق، فرأى هذا الهول كيف لا يرتجف، كيف لا يعرق، كيف لا تعتريه ارتعادة، كيف لا يأتي مرتجفا فؤاده يضطرب أوصاله ويقول زملوني زملوني دثروني دثروني، وهو يرى هولا كيف ما يرتجف. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. ما يصيب ما أصابه المبين. ما المقصود بالأفق؟ الأفق هو ملتقى السماء والأرض، يسمى الأفق. المبين يعني الظاهر. زين، في مبين وغير مبين. اي نعم، لان الافق المبين جهه المشرق، لان جهه المشرق هو الواضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم راى جبريل عليه الصلاه والسلام بالافق المبين، اي الافق الواضح، حتى لا يقال انه لم يرى جيدا، راى بالافق المبين. ولقد راه بالافق المبين وما هو على الغيب بضنين. ضنين بالضاد بخيل، يعني لا يبخل عليكم في تبليغكم رسالة الله، لا يخفي شيئا منها، ليس ببخيل، بل يعطيكم كل ما بلغه الله سبحانه وتعالى، يقوله لكم. وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم. رجيم يعني مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى، بل هو لأن من الاستحالة أن يأمر الشيطان بصلة الرحم وببر الوالدين وبالإحسان إلى الفقراء والمساكين وبمنع الزنا هذا شيطان. يا سلام إذا كان هذا الشيطان. شلون شيطان؟ وما هو هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. أفاك أي كثير الكذب، والإفك هو أعظم الكذب وأفحشه. أثيم يعني كثير الإثم. إذا ما نبي نطلع من الموضوع، ولقد رأوا وما هو بقوله فأين تذهبون، إلى أي مصير تتجهون، أنتم ذاهبون إلى العذاب. فأعطوا هذا الأمر على الأقل، فكروا بعقولكم. ولذلك تجد معظم الملحدين ومعظم الناس اللي ما يحبون الدين ما يبون يفكرون حتى، ما لهم عذر. يعني انت ماشي ماشي هالمساله، قول انت سواء ملحد او مو عاجبك الدين او مو عاجبك، ماشي، هل اوليت على الاقل جزء من حياتك من وقتك فكر بانصاف وعدل؟ مو معطينا. فلا اي واحد يقول انا والله ما عرفت الحقيقه لما تقابل، لا، لانك لم تولها اي اهتمام. والله لو واحد يقول ان في الشارع مسكر هناك وانت مو متاكد من كلامه، تروح تتصل وتروح تسوي تتاكد، شارع مسكر، فبالك بجهنم وجنه خلود بلا موت، ما تستحق منك انك تعطيها وقت للبحث. فمن اهم الادله على ان هؤلاء يكذبون وانهم لا يريدون الوصول الى الحقيقه انهم لا يولونها اهتماما، ومن اولاها منهم فهو لا يوليها للبحث عن الحقيقه المجرده، لكنه يوليها اهتمامه للبحث عن المثالب وللطعن والتشكيك في الدين، وليس في البحث المتجرد عن الحقيقة. إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هنا بمعنى ما النافية. إن هو أي ما هذا القرآن إلا ذكر للموعظة للعالمين جميعا، لمن شاء منكم أن يستقيم. اللي يبي حياه الله مثل ما تقول، لمن شاء منكم أن يستقيم، اللي يبي يشاء أن يستقيم
على طريق الله المستقيم ليصل بها إلى دار النعيم فهو وذاك اللي يشاء منكم. أنا أعطيتكم الاختيار، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لا تظنون أن هذا الاختيار هو منكم استحقاقا، بل هو من الله. ولولا أن الله أعطانا هذه المشيئة وهذا الاختيار لصرنا مجبرين على طاعته. ولو لعلك باخع نفسك لا يكون مؤمن إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين. يعني إحنا لو نريد أن نجبرهم على الإيمان لنزلنا من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين، يعني لوينا أعناقهم ليخضعوا لهذا الدين قهرا وغصبا. لكننا لا نريد، نريده أن يأتينا اختيارا لا إجبارا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.